طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود لكم. هذا بلد ترسو مخدرات، ترسو أذية، ترسو فوضى، ترسو زنا، ترسو ملاهي، ترسو خمر، ترسو حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الأسف الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب هو انقطاع الماي. بطل من أبطال البصرة وليدي، أنت طالبت بحقوق البصرة، طالبت على مود ماي مالح. قانوننا قانون، هذا من تنين فلان جهة لا تحاجي مدلل، والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوقون ما حد يحاجيهم، والفقير يبوق لقنينين حكم 20 سنة. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. اليوم حديث الشارع في العراق خلال الأيام الثلاثة الماضية هو حول 7 مليارات اللي ادعى رئيس أو محافظ البنك المركزي علي العلاق بأنها غرقت بالعام 2013. 7.5 مليارات تقريبا دينار، أي يعني تقريبا ما يعادل 6 مليون دولار أمريكي. طبعا هذا الأمر أثار ردود أفعال غاضبة من الشارع العراقي، وأكيد شفتوا يعني كيف تم تناول هذا الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة السخرية وبطريقة تجربة وضع الأوراق من العملة العراقية في المياه، ووصلت تجارب أخرى إلى غسل هذه الأوراق في مادة زيت السيارات وفي المنظفات، وأثبتوا زيف ادعاءات محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق. اليوم مدير الدائرة الإدارية في البنك المركزي، أو يوم أمس بالتحديد، وهو صالح ماهود، قال بأن حادث غرق 7.5 مليارات عراقي في خزائن مصرف الرافدين بمياه الأمطار كان قضاء وقدرا، لذلك لم يتخذ أي إجراء قانوني بتغريم المصرف. كان يقول كان قضاء وقدرا، وإحنا شفنا كيف تم تجربة أو تجارب عديدة بوضع أوراق من العملة العراقية في المياه، حتى وصل الأمر إلى وضعها لمدة أيام ولم تتلف. كيف تلفت هذه العملة وهذا المبلغ الكبير بزخة مطر كما يقول العراقيون؟ خلونا نشوف بالبداية تصريح محافظ البنك المركزي علي العلاق حول يعني تلف 7 مليارات، وذلك أثناء جلسة للبرلمان. نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. تعرضت خزائن مصرف الرافدين إلى غرق بسبب الأمطار الكبيرة التي حدثت في ذلك الوقت، وهذه المياه قد دخلت إلى خزائن مصرف الرافدين وتسببت بوقوع ضرر بالأوراق النقدية، وليس المبلغ كما مثبت هو 10 مليارات، إنما هو كان بحدود 7 مليارات موزع على أوراق بفئات مختلفة. فلذلك هي قيمتها ليست 7 مليارات مثل ما بينت، يعني لسنا في بصدد مع النظر إلى الأمر على أنه خسارة ب7 مليارات، إنما هو بقيمة طبع الورقة اللي هو عادة من 2 سنت إلى 3 سنت إلى 4 سنت حسب. سيد المحافظ التلف 100%؟ نعم يسأل التلف 100%، يقول له نعم، يقول له يعني مو قيمتها 7 مليارات، قيمتها سنتات يعني، وفقط ورق. إذا كانت بس ورق ما تعطون للناس الفقرة، وزعوا للناس الفقراء إذا هي ما تكلفكم شيء، أطل للناس اللي ما عدها بال7 مليارات، هاي كم وظيفة توفر للطلاب؟ ثانيا معقولة إنه بنك مثل أو مصرف الرافدين يخزن كل هذا المبلغ وبمطرة يغرقين؟
يعني شيء غير معقول. ثانيا الحادثة مو هسه، الحادثة بال 2013 هسه يلا انكشفت، هسه يلا انكشفت. خلونا نشوف تجارب المواطنين العراقيين حول تفنيد وتكذيب هذا الادعاء عبر تجارب عديدة. احنا شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي يعني الكل سوى تجارب، يعني مثل ما اشرنا بالمنظفات، بالمي، بزيت السيارات، وصل الامر حتى الى وضعها في مع الخبز في التنور حتى اثباتها انها مقاومه للحراره. شوف المقطع الاول وهو تجربه لاحد الاطفال في العراق بوضع اوراق من العمله العراقيه في الغساله، هاي المره في الغساله، وقام بتشغيل الغساله ولم تتلف العمله. نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. هاي الفلوس لدعناهم صار ساعتين راح نغسلهم بالغسالة عشان الفلوس ما خربوا، هاي الفلوس صار ساعتين اديناهن ما غسلناهن بالغسالة ما خربوا. هاي بالغسالة وكل شيء ما صار بيهن. نريد نستمع لأصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، موضوع تلف أكثر من 7 مليارات دينار في مصرف الرافدين في العام 2013 بعد الأمطار، وادعاء محافظ البنك المركزي على العلاق بأنها تلفت، وقال بأنها لا تساوي 7 مليار، ولكن يعني الأوراق لا تكلف العراق سوى سنتات. تجربة ثانية للمواطنين تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو وضع أوراق من العملة العراقية في المياه لمدة 2 يوم. هم قالوا إنه العملة تلفت لأن كانت الأمطار مستمرة 2 يوم وما لحقنا نطلعها من الخزينة ولهذا تلفت. خلنا نشوف المقطع. السلام عليكم عيني، شو أخباركم؟ عساكم بخير. بالنسبة لمحافظ البنك المركزي يقول 7 مليارات نزل ماي عليهم من فوق وراحت. شوف هاي الفلوس حق لا إله إلا الله، من يوم سمعت الخبر لهسه نجحهم بالماي. أريد أشوف شون يتلف هاي الفلوس. شقيقات بيهن شي، شو تشوفون بيهن شي انتو؟ والسيد الحلبوسي فرحان يقول له تلف يعني تلف عام، كل المريحات ما يفيدن تلف 100%. ارجو اشوف شلون يخربون اذا فلوس طاع عليهن ماي. هاي الفلوس يعني كافي 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 يعني كافي كافي فوق من الشعب هذا المسكين. نعم، هاي تجربة أخرى، أحد المواطنين وضع العملة لمدة 2 يوم في المياه ولم تتلف. طبعا معروف أنه محافظ البنك المركزي ما إلى أي علاقة باختصاص يعني كاختصاص أوراق مالية أو باقتصاد. المحاصصة السياسية جابت لنا علي العلاق، لأن معروف علي العلاق من بيت العلاق، وجابوا خلوا محافظ البنك المركزي. أكو اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمار. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو رأيك بهذا الموضوع؟ الله يحفظك يا أبي، الله يرضى عليك. الله يسلمك، الله يخليك. والله يا أخي مهزلة مهزلة. نعم. أقسم لك بالله مهزلة. هم فرغوا يعني ترى الكذب مالهم مبين، يعني الله فاضحهم.
هم يقولون يا ابا هاي الفلوس تغرقت، هاي ادله وبراهين بانه الفلوس ما تل... يعني اي يوم نخليها بالمي الرجال وما تلفت. فهم هذول سراق قتله مجرمين بحق الاسلام مو بس العراقيين. يعني هم هذول شنو يعني 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 لا افكر يعني يعني كل الظلم هذا اللي نشوفه ومريح الظلم هذا من 2013 يعني يلا اكتشفوه هسه. فهذول كلهم سراق وقتلوا ارهابيين، هذول مو مسلمين ابدا. يعني يعني حقوق الناس كلها وهاي متقاعدين يتوسون على الدينار. هم هذول يعني يعني شنو من بشر هذول؟ شنو من بشر؟ لا اله الا الله يا ربي. يا رب الله ابتلى العراق ابتلى بذولا يعني المصارى. يا عراقيين اصحوا اصحوا الخاطر الله ورسوله الخاطر نبي محمد اصحوا يعني اكثر من اللي بعد تشوفون. نعم زين ابو حسن وعانة. ماشي هو يقول عيني. تلفن السبع مليارات بال 2013 نعم. اسالك ليش ما علنوا عليها بال 2013؟ ليش هسه اخويا هاي الفلوس كلها؟ نعم اخويا هاي الاموال هاي كلها راحت لايران. اقسم لك بالله وانا اقسم بالله وبملائكته وكتبه ورسله كل فلوس العراق لايران هاي كلها كذب. هاي لهم اخذتهم اخذوا فلوس بنوا بيوت وعمارات خارج العراق وبرفاهيه وخدم. يا اخي هذول والله يعني يعني كفرونا بالدنيا هاي. هذول مجرمين عمي مجرمين. شعب اصحوا اصحوا يا شعب اصحوا يا امه محمد. هذول ترى حراميه سفله منحطين سراق. قتلوا اولادكم رجعت يتموا يتموا اولادكم رملوا نسوانكم والله عيب. يعني ليش ساكتين؟ راح اتخبل والله راح اتخبل. الى متى؟ الى متى راح تصبرون ايتي؟ نعم. انا اشكرك ابو حسن من بغداد، معنا اتصال محمد من بغداد، تفضل محمد. انا هاي ساكتين زاد الشعب ليه ساكت؟ ليه ساكت الشعب؟ الشعب قوم. وقبلك اكو اجدادك قاموا على الاحتلال. احنا هسه من محتلين من قبل ايران من قبل امريكا من قبل اسرائيل من قبل تركيا كنا محتلين للعراق. ليش العراق انت محتل؟ وين عروبته؟ وين راح؟ وين راحوا الوطنيين وين راحوا؟ يعني ظليت احنا يا وجي استحملنا ياخذ فلوس يطلع قبال ناس يندار على البصره يفوتون السمك ماله ناس ياخذون فلوس العالم. ليش تبي شيء؟ ليش يظل الشعب ساكت؟ ليش الشعب نصه بالصحراء قاعد بالخيم؟ هذا الموصل هذه المنطقه اكبر محافظه بالعراق، اكبر محافظه بالعراق دمروها وقعدوها لا بيت فيها لا جامع فيها لا معيشه فيها. دمروها دمروا وخلوها يجي العالم عايشه بالخيم. يعني هذا يصير هيك الشعب قاعد ساكت؟ نعم. يعني يظل الحكومه تفخ فينا يظلون فلان وحلان جاي من ايران وجاي من اسرائيل وجاي من امريكا والموساد تفخ فينا. وين راحت وطنيتنا؟ وين راحت حروبتنا؟ وين راح شجعاننا؟ وين راحوا؟ يعني ايش راح يظل العراقيين دمر امراض ظهريه سرطان. يعني حتى الحيوان قام بالعراق قام يتم هاي نفسه يتم ويقتلوه وقدام كل وين الوصيه مال امريكا؟ احنا وصيه على العراق. وين امريكا وصيه على العراق؟ غير وصيه قدره. وين الوصيه؟ اكو يهودي يصير وصيه على مسلم؟ أنا ما شايف أول مرة صار في مدحية 60 سنة أول مرة أسمع يهودي كافر يصير وصي على مسلم. هاي وين صاير؟ وين علماء علمانا؟ وينهم السنة والشيعة؟ وين راحوا العلماء؟ هذول الحماية وين راحوا؟ قال يجون يباعون قال يحشون يا شعب يقومون الشعب حاطي قاتل ياخذ حقوقه لأن احنا أجيال قاعد يخافون اللي يموتون. وين راحوا؟ نعم شنو رايك بما قاله مدير ما حد يقول لي نعم. والله ما صار راح اصير عمري 60 سنه كنت الواحد يجاوبني صحيح ماكو محمد حموت راح طقت روحي. نعم محمد مدير الدائره الاداريه في البنك المركزي بس محمد اسمح لي تسمعني لو ما تسمعني مدير الدائره الاداريه بالبنك المركزي يقول هذا قضاء وقدر اللي صار بالسبع مليارات. شلون قضاء وقدر؟ انت اني راح اجيب لك انت اني بانيهم من هذا المي وخلي اترك الفلوس اسوي قرايب من الفلوس وانام بالمي. انام كم ساعه؟ ساعتين ثلاثه والمطار زين هو يخليك نفسه ساعتين ثلاثه ينتهي راح المي
هسه راح اجيب بانيو انا مال ميه ترته واسوي جلايد مال ذهب شلون يسوي شكرا للراقصات الذنية انا البس الاثنين واقعد بالماي انا والفلوس. مين ما حد شيء راح اقوم نتيجه راح انفض هنا وشريته من كنت انت. زين خلي ايه ايه قسمه خلي قسم حل تحت يا بنتي عندنا ذني مال ستوار مال شعر وسياد عندنا كل شيء عندنا ونيا بنتين. عطيني العالم فكره خطيه خلي من البيوت مال بالمصري. هايد الرمادي راحت العالم خلي كنا كلنا شباب وشياب ونسوان شلون كنا قبل نلتم على الحصاد نحصد الشعير والحنطه بايام الحصاد كان هم نطلع نيبت الفلوس نكملهن نضرب بنوتي وبخار ونيبت نعطي للفقراء يبنون بيها بيوتهم عمي هذا الشريف هاي كلها هاي استقبال للشعب عمي هذا استقبال على الشعب شعب جبل ما ادش فيه هذا استقبال للشعب يستقبلون الشعب يضحكون عليه نعم يعني الشعب ساكت ليش الشعب ساكت؟ ما اعرف. لهذا الشباب وين المقاتل الابطال؟ وين راحوا؟ وين؟ نعم. يستخدم الشعب يقول قدر وقدر في النهايه. يجيب الحي علاب يجيب يمي يجيب يمي يجيب يمي لا يشرب دمه. نعم. هاي دم اللي يشرب دم الفقره هو. الحصه ماكو، كهرباء ماكو، مي ماكو، سمك مات. عيشة ماكو، بنات زواج ماكو، شباب عاطلة لا حمل لا زواج، بنات عاطلات، راح نطلعهم من الطريق، وين هن؟ راحت أمهاتنا، راحت الأولي التالي، وين الصناعة مالتنا؟ وين الزراعة؟ والله اللي بوا علينا زين، بس البشر من يجي؟ الله ما عليه، بس البشر يطلع لي هذا اللي أخي اسمه، هذا دكتور اسمه يحكي لي قالت ايران حكت ايران يحكي لي موضوع على هذا يحكي لي موضوع على ايران نعم هذا اسمه دكتور مال الاعشاب الجماليه عنده قناه واحده وقاعد يصفط حكي نعم محمد التصنيف التصنيف لا الاعلام به خير لا الاعلام كله مقيد حقائق ما يطلعون يقتلون في العالم هذا قتله وهذا ذبحه وكل اغتيالات هو التالي وان كان العراق نعم وين كل زعمة بين إيران وإسرائيل وأمريكا يهزمون أمريكا وتضيع العراق هذا غرور فيها كثرة. أشكرك محمد. أشكرك محمد من بغداد كان معنا. خلونا نقرأ بعض رسائل الواتساب. واحد أرسل صورة لعلي العلاق ويعني علق بطريقة قال إنه تم تخزين الحنطة لمدة 7 سنوات في زمن النبي يوسف عليه السلام ولم تتلف. وحكومتنا أتلفت 7 مليارات بزخة مطر يقول كلكم سراق وكلكم حرامية. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم يقول 7 مليارات راحت والبرلمان والقضاء سيقررون قضاء وقدر والمبلغ راح في جيوب الفاسدين واللصوص توزع لعائلة تم توزيع لعائلة العلاق والأحزاب الفاسدة الحاكمة في العراق حكومات فاسدة وبرلمان فاسد والعراق أصبح من الأوائل من دول العالم بالفساد بقيادة حزب الدعوة والأحزاب الفاسدة تحياتي لقناتكم الموقرة أبو عمار. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم أخي حكام العراق زعماء عصابات وحتى عادل عبد المهدي هو بنفسه متهم بسرقة مصرف الزوية إذا ما تنظر من ماذا تنتظر من العلاق يقول المثل يقول إذا كان رب البيت للدف ناقر فشيمة أهل الدار الرقص والطرب أخي حتى هيئة النزاهة ولا أحد يبقى فيها وهذا عمل مقصود حتى تضيع النزاهة والعدالة والعدالة. رسالة أخرى يقول السلام عليكم أخي عمر هذول حرامية باقوا العراق كله اشتروا عمارات وعقارات وساعدوا إيران. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. خلونا نشوف تجربة أخرى، ومثل ما أشرنا في بداية الحلقة أنه تم يعني استخدام عدة تجارب. هاي التجربة عن طريق التنور، قام فيها أحد أصحاب المخابز بوضع يعني أوراق العملة العراقية متنوعة 5025 و1000 دينار، في وضعها في عجينة ومن ثم وضعها في التنور ولم تتلف. نشوف المقطع ونرجع لكم. الحج قام بتجربة في المخبز، حتى حرارة التنور ما أتلفت العملة العراقية. لأن بعد العام 2003 نتذكر، وحتى يعني قبل الحصار، يعني أوراق العملة العراقية يعني خاضعة لمواصفات، ومو ورق عادي، ليست بورق عادي حتى يعني تتلف بهذه السرعة. يعني هذه التجارب تؤكد زيف وتفند ادعاء ما قاله محافظ البنك المركزي بأن الأموال 7 مليارات أتلفت بسبب الأمطار. معنا اتصال غسان من تركيا، تفضل غسان. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهل بيت. أخوي بيها مجال يعني واحد يسولف. إيه بس رجاء بدون تجاوز. ماكو أي تجاوز. هو أنت طالع أخوي. طبعا عند السولف، نريد رأيك حول هذا الموضوع. عزيز. أخوي احنا الصبح اليوم كنا بهذا الحديث. نعم أخوي. نعم. الفلوس مالتنا والبنوك المركزية، مو البنوك المركزية، خلينا نقول البنوك الفرعية، انه اقل شيء تحطها أقف بعد متر ونص. نعم أخوي هاي واحدة. ثانيا الفلوس العراقية، الفلوس السويسرية مشمع يعني. نعم. مثل الدولار ما تنتلف بسهولة. نعم. هاي اثنين. ثلاثة أخويا، هاي الحكومة مالتنا أخويا هاي كل أسبوع أو أسبوعين مطلعيننا بلاتيقة. نعم
غرقت بالماي، طلعت مدري شنو. اخي تعال شوف هنا مجمعات كامله يشتروها يا مفوض شرطه. يا مفوض شرطه يا شي، تعال شوف اخويا كل عماره تقول اني احلى من دورها. نعم. مفوض شرطه يشتريها اخويا، فعتبك على المسؤول الكبير شو يشتري اخوي. الواقع بها اللاجئ اني ذاك، احنا اللاجئين اللي هسه امورنا تعبانه، اللي صار لنا كل واحد نادح له 5 سنوات وستة بالغربة وما ندري على شنو، ولا ندري مصيرنا وين، ولا نعرف السبب. هوية مع اللاجئين ما عدنا. نعم. هوية مع اللاجئين ما عدنا. فأخي جواب ماكو يعني الصراحة. نعم. جواب ماكو، ماكو جواب ولا أكو حل لهذا الشيء. فأخوي يعني أنت هسه مسوي برنامج وجون تحكي صحيح لو لا، بس راح اسالك سؤال واحد وقدام جمهورك الكريم. نعم. اللي راح يصير شنو؟ بالعكس راح يشرعنهم بالبوق والسرقه والاموال واموال السحت. نسال الله انه بس يلتفت على هذا البلد بس، ولا ماكو غير شيء؟ بس نسال الله سبحانه وتعالى انه يلتفت علينا ويخلصنا الله من العمايم استود والبيض. بس هاي غيرها ماكو. اشكرك واشكر جمهورك الكريم. أشكرك شكرا غسام من تركيا كان معنا. رسالة حول هذا الموضوع يقول: أقسم بالله العظيم جميع الأموال المنهوبة من قبل العملاء والعمايم أغلبها تذهب إلى إيران، وإيران تعيش على قوت الشعب العراقي بتمويل الحرس الثوري وتصنيع الأسلحة وبعلم أمريكا كما يقول. محمد من الديوانية، أبو محمد من الديوانية، تفضل أبو محمد. شلونك اخوي الغالي استاذ مصطفى؟ حياك الله. عمر معك تفضل. عمر اخوي العفو. اهلا وسهلا بك. انت اجراتي اخوي عمر. اقول لك اخوي عمر. نعم. طبعا هي شايفين اظن مسلسلات وسامعين بها وقارينها بالقران. نعم. 7 سنوات من الوفر والخير. شو احنا طلعنا بالمطره مالتنا 7 مليارات طلعنا بجيب الجماعه. نعم. هذا نعرف من وين صار عندنا. نعم. زين يعني هاي الفلوس انا دخلت. نعم. انا دخلنيها بالماي مده شهر هاي الفلوس. أيه. واطلعها واعطيك اياها، الله وكيلك ترجع نفس ما كانت، هي جديده ما عليها. نعم. زين هسه بدي اعرف انا وين صارت، غير يجوز يطلعونهم يراوغ الناس يقولون يابا. بالضبط هو هذا السؤال، ليش ما طلعوهم بال 2013؟ قالوا يابا تعالوا. نعم. وسائل الاعلام تعالوا فوتوا للبنك وشوفوا بعينكم. شوفوا. انتلفت هاي ال7 مليارات، ليش ما سووها؟ 7 رحم الله على والديك. وشغله ثانيه زين، هم ما بانين شيء يعني من طين ومخلين بيه فلوس، يعني معقوله فلوس يعني اموال، يعني اموال مال الدوله يخلونهم مكان يروح مطار؟ وين صار هاي؟ يعني لو واحد تجيب مدير تربيه وتعطيه كتب ويقول لهم يا بتلفن عندك كتب، ما يجون يقولوا لا طلعون بالتلفزيون يقولوا طلعنا الكتب وتلفت من الماي مثلا دفاتير شيء اي بضاعه تتلف من الماي، ما يقولوا لي يا براوني اياها خلينا نشوفهم. نعم. زين ليش؟ وين يا المسؤول على هذا الشيء؟ يعني احنا هذا العلاق منين جانا هو هذا؟ يعني العلاق تلقى 20 واحد من 15 معينهم من قرايبه وعمام على العلاق الدجال. يا اخي هم يتحملون المسؤوليه، هم على رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء لازم يشوفون يتاكدون وين الفلوس راحت؟ بيا جيب وين الصرف وين؟ هو شنو هذا؟ شنو هذا وخليه محافظ بنك المركزي؟ شنو هذا خليه؟ نعم. هذا واحد كان طايش بايران مدوين كان وجابوا لنا. يعني احنا شلون ابتدينا يوميا طلعت لنا السالفه دور 7 مليار درجوا منا اظن 10 يعني بعدها ما متاكد يعني هذا غير غير محافظ هذا يا اخي يعني امانه عندك غني هاي الامانه اموال العاد يعني شو يجي تلعب بها ناس والله مطرح انا هسه بالمطر ما لحان نقطه فراش ما تبلل عندي بالمطر شنو فلوس 7 مليار يروح المطر هذا وين لقيتها يا اخي هم قسموا بكلام الله حطوا بيديهم كلام الله قسموا بان لا نخون ولا نبوق ولا نسوي شيء جاء القران وين صار يعني حرام هذا الشيء يعني عليهم القسم ما ينصار يعني انا عاتب كلهم حتى سيد مختلفه وعمر الحكيم كلهم مسؤولين هذا الشيء هم هذول شلون تقول ذيولهم؟ نعم احنا ابتدينا بلوغ هاي هاي الناس هاي حاط عمامه على راسه من الله يغضب عليهم ان شاء الله هو هذا حزب الدعوه والله سرطان على المجتمع هذا حزب الدعوه في الدجالين انا عارف سماسره يجوز انت ما وصلت لك الكلام عارف سماسره من الديوانيه يشتغلون ويا علي العلاقه اشتروا بيوت ببيروت وانا شيء اقسم كلام الله برسول الله اقسم نعم شو يشتغلون؟ يعني العلاق عنده سماس يشتغلون ويا سماسره نصب احتيال على المقاولين وياخذون فلوس من المقاولين يقول له مثلا ما طلعت حصتك مثلا مليارين اعطيني مليار واعطيك الباقيات ويشتغلون ويا كل واحد يملك له تقريبا 50 مليار
وبيوتهم بيروت، شاهد الله وهذا قسم من عندي. وشكرا جزيلا لك. شكرا ابو محمد من الديوانيه. معنا اتصال ابو ناصر من تركيا، تفضل ابو ناصر. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا حضرتك والقناه الرافدين والكل الكادر المحترم. اهلا وسهلا بك. اهلا بك. انا بس اريد اسال الشعب، اقول له بس استفسر واعرف عائله العلاق ايش قد تملك من اموال وايش قد تملك من عقارات خارج العراق وداخل العراق، بس هاي خليه يستفسر من عندها الشعب العراقي النايم. استاذ عمر، علي العلاق دخل للبرلمان تكلم ربع ساعه 15 مليارات دينار، وحسب ما ادعى بان هاي السبع مليارات تلفت بمياه الامطار. طيب طلعها خلي الشعب يشوفها، لو مي المطر بخرها وراحت انتهت. نعم. يعني انا شفت مقطع فيديو لاحد الاخوان البارحه بيعرضه على اليوتيوب، جاب مي وجاب تراب وخلى بالمي، وجاب تيزاب خلى بالمي، وجاب زاهي خلى بالمي، وجاب دهن مال محركات سيارات خلى بالمي. نعم. ونقع بيها الفلوس وطلعها كل شيء ما بيها. وين لقيت هاي الفقره مالتك يا علي العلاق؟ يعني ما اكتفيتوا من السرقات اللي سرقتوها سابقا؟ ما اكتفيتوا؟ ما مليتوا؟ يعني ما معقوله، يعني فشيء عجيب. يعني مجموعه مجرمين استاذ عمر وقتلوا وفاسدين تتحكموا بامور ومقدرات بلد باكمله وشعب كامل، يعني شعب هذا البلد كاكل الجوع وساكت عن كل اللي دا يصير، وما عنده يعني عنده بس اهم شيء هو ينتظر فتوى من المرجعيه. نعم. وهو يعرف بأن المرجعية هي رأس الفساد اللي بالعراق الموجودين هسه. يعني بلد تتحكم به أمريكا وإيران، وطلع محمود المشهداني قبل كم يوم، وطبعا هو من ضمن زمرة الفساد والإجرام، طلع يصرح بلقاء تلفزيوني يقول إيران عينت محمد الحلبوسي وأمريكا عينت برهم صالح، يطلع لنا واحد من اللي يدعي بنفسه هو سياسي ويقول العراق بلد ديمقراطي وحكومته منتخبة من قبل الشعب. نعم. وماكو أي دولة تتدخل بشؤون العراق. خزينة العراق تقسمت أستاذ عمر بين هذول الفاسدين، مو كل واحد أخذ حصته وانتهت الشغلة، ترى كل واحد راح أخذ الحصة مالته واشترى عقارات بعدة عواصم من عواصم الدول الأجنبية والعربية، والبرلمان ما مهتم غير بس بمخصصات أعضاء البرلمان، ويطلع لي بجلسة من الجلسات ويخصص لكل واحد 3 ملايين دينار بالشهر بدل إيجار. نعم. والناس عايشة بالمزابل وبالعشوائيات وعاطلين عن العمل، وحال الضيم حالهم وما حد مهتم لهم. نعم. لكن نرجع ونقول استاذ عمر، لو الشعب يريد العزه والكرامه ويريد يعيش عيشه كريمه، يطلع عليهم بثوره ويبدا بالمرجعيه ويقضي عليها ويسحلهم هم واللي يقولون احنا سياسيين وهم ما يعرفون بالسياسه اي شيء، واذا ما يسويها ليظل يشتكي ويقول احنا مظلومين، لأن هو كل زين يعرف بأن الإنسان الحر ما يرضى بالظلم. وخلي نكون واضحين أكثر، هو الشعب وخصوصا اللي يتبعون المرجعية راضين ترى عن كل اللي دا يصير بيهم، لأن هم رادوا حاكم جعفري وإجاهم الحاكم الجعفري وسوى اللي سوا بيهم ووصل لهم رسالة بأن أنتوا ردتونا فتحملوا كل اللي يصير بيكم، وأي واحد يعترض مصير الاعتقال والقتل. فلا يظل الشعب يشكي ويقول احنا مظلومين والحكومه مالتنا فاسده، انتوا جبتوا الفاسدين وانتوا اللي انتخبتوهم وانتوا اللي عينتوهم وخليتوهم يتحكمون باموركم، والا اذا انت تقول اني مظلوم على اي اساس انت ساكت؟ ما دام انت ساكت اذا فانت راضي عن اللي يصير بيك، ليش ما تطلع عليهم؟ ليش بزمن صدام حسين من يصير اي شيء اي شغله بسيطه تطلعون بالمحافظات الجنوبيه وبغيرها وبغيرها وتقومون باعمال؟ ليش هسه انتم ساكتين؟ مع العلم يعني بزمن صدام حسين ما صار اللي دا يصير هسه، ما صار نهائيا اي فقره من الفقرات اللي دا تصير هسه صارت بزمن صدام حسين. الشعب كان مرتاح، حصه تموينيه كامله، مستشفيات موجوده، علاج مجاني موجود، مدارس موجوده، تعليم مجاني، كليات مجانيه، عمليات كبرى تجرى بالمستشفيات مجانيه. هسه شنو انتم اللي دا تشوفوه ساكتين عليه؟ ليش ساكتين عليه؟ إذن فالشعب هو اللي يتحمل كل المسؤولية أستاذ عمر، وإذا يريد يعيش بعز وكرامة يطلع يسحل هذولا بالشوارع. نعم. وما حد يوقف بطريقه. أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا، كان معنا اتصال أبو حسام من الفلوجة، تفضل أبو حسام. أبو حسام تسمعني؟ اتصال آخر، عياش من السعودية، تفضل. انقطع الاتصال مع عياش ومع أبو إحسان. نعم،
كذلك موضوع يعني أثار غضب واستهجان العراقيين، وهو تخصيص 3 ملايين دينار شهرياً لكل نائب بدل إيجار. يعني رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وصف هذا التخصيص بأن معظم النواب يعني قدموا من المحافظات التي انتخبتهم إلى العاصمة بغداد، ويجب توفير سكن. يعني الرجل يبرر هذا الأمر 3 ملايين، وأثار هذا الأمر أنه كذلك ردود أفعال على منصات التواصل وكذلك في الشارع العراقي، 3 ملايين بدل إيجار مع راتبه ومع مخصصاته، ويقول محمد الحلبوسي ما يكفن، لازم احنا نوفر له سكن. خلونا نشوف مقطع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حول هذا الموضوع. بما يخص الإيجارات، يعني مثلا سمعت حديث بالإعلام عن هذا الأمر، وبصراحة أي استهداف المؤسسة التشريعية أمر مرفوض. يعني نائب يأتي من محافظة البصرة لتأدية مهام التشريعية في محافظة بغداد، برأيك وين يسكن؟ يعني هاي لا سؤال، اعطيني حل، اعطيني حل. لا لا اعطيني حل، وين يسكن؟ وين أسكن؟ يسكن على حساب من راتبه ممكن. بوين يسكن على حساب من راتبه؟ زين وإذا راتبه ما يكفي؟ هذا استهداف بصراحة، في استهداف المؤسسة التشريعية دون فهم واقع الحال. راتبه ما يكفي. وليش يعني غير مسموح استهداف المؤسسة التشريعية؟ يعني إذا بيهم فاسدين ومثبت عليه، ليش يعني؟ ليش يعني خط أحمر ذبحتنا إحنا الخطوط الحمر في العراق؟ أبو حسام من الفلوجة عاود الاتصال، تفضل أبو حسام. انفصل الاتصال مرة أخرى. نعم، على كل حال كما أشرنا أنه هذا الأمر أثار غضب العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي، وكثير منهم تحدث بأن 3 ملايين يعني المتقاعد يأخذ 300 و400 ألف، وهناك يعني أصحاب العقود ما يوصل العقد مالتهم إلى 200 ألف، فهذا الأمر أثار غضب العراقيين. عياش من السعودية عاود الاتصال، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، الحين الفلوس ما تتلف صح؟ يعني صح، هو البنك المركزي يقول تلف. طيب الفلوس ومن خلال التجارب ما تتلف. نعم، ما تتلف عشان إذا تم تهريبها إلى خارج العراق تستبدل بالدولار كلها قيمة. هذا العملية مقصودة أنها تسرق وتهرب للخارج، ومقصودة بعد أن كل مسؤول حرامي يسرق العملة بالعراقي. عياش، سبع مليارات دينار عراقي. أيوة، العملة. نعم، العملة العراقية. نعم، من نوعية اللي ما تتلف وقوية. هذا العملية مقصودة عشان إذا تم تهريب العراق تستبدل بالدولار عشان إذا حربوها المسؤولين. نعم، أمريكا تقدر تحط مسؤولين ما يسرقون، وتقدر تحط عملة ما تتلف، لكن هي سوت الثنتين، جابت مسؤولين يسرقون. نعم، وجابت نفس الوقت عملة ما تتلف حتى إذا تم تهريبها الخارج أمريكا تستفيد، وإيران وكل الدول اللي شاركت في غزو العراق تستفيد من سرق العراق. عشان كذا هم حرصوا كل الحرص على أن العملة العراقية تكون من نوعية جيدة ما تتلف. نعم، وهي فعلا سرقت من البنك. مسألة موية هذه ما تمشي على الناس. شكرا. عياش من السعودية كان معنا. خلونا نقرأ رسالة واتساب حول هذا الموضوع. يقول أما مواضيع أزمات البلد وخصوصا العملة وغرقها 7 مليارات، يقول هذه مواضيع قد لا تحل طالما بأن هذه الحكومة على رأس السلطة، لأنها حكومة فساد ومحسوبية، وهذا من خلاله يجب تغريم البنك المركزي إلى آخره. أين العدالة والقوانين عن أفعال هذه السلطة الفاسدة في بلد تحكمه أحزاب طائفية؟ يجب محاسبتهم على هذه الأفعال والتحقيق بكل تلك الجرائم التي يمارسونها. لك الله يا عراق العروبة. مبروك من الإمارات. أبو ياسين من ديالة، تفضل أبو ياسين. حياك الله عيوني عمار. حيا ودوم، أهلا وسهلا بك. احنا سمعنا وشفنا ردود أفعال الشارع المواطنين، بس ما سمعنا ردود أفعال المسؤولين الأتباع هؤلاء الناس الطاقطين الأصول. ما علقنا على هذه السلقة الجديدة. اليوم أصبح المي يموت، السمك يموت بالمي، والفلوس ما تدرى بالمي. في هذا نتائج الحكومة لها مشاريعها. والحلبوسي، أنا جالس الحلبوسي يتم الأنبار، يعني من تحالف البرلمان بدل إيجاد 3 ملايين، ما شفت لقيت ناس بزيادة، حتى نساء حوامل زادت حرين بالشارع. لا ما عندك، يا لا ما عندك شرف.
لا لا بدون تجاوب. أبو ياسين أبو ياسين أبو ياسين إلى الأخوة المتصلين، ليش إحنا نتجاوز؟ ما نريد نوصل إلى مستويات. لا أخي أبو ياسين، تجاوز مرفوض، السب والشتم واللعن هذا أمر مرفوض، أرجوك تفضل. ما يستحقون احترام يا عمر، لأنه أنت تشوف أنت مو قيادة الدولة بهذا الشيء. الدولة نفسك تلبس عليه الآن، هذا كله تطبيق الهيران. من يطلع الحلبوسي كربلاء المقدسة ويقول هذه مزاياكم قليلة لأن الزوار زين، هو وزع المصرفة من جهته. بعدين أنا نسأل السؤال عن العتبات المقدسة بعيادات طائلة كيف بكربلاء وتربوا معها دول مو بس معارضات، لأن ليش ما تفكر بالأنبار اللي يجمعوا على روسهم؟ لو صلاح الدين يجمعوا على روسهم، لو نحن يجمعوا على روسهم، أنت دافع يعني لا مو نقول مكون، لا أنت كيف تتمثل مكون وتمثل تمثل شعب، مو هيك الأهلية. يا عمر هم خلونا نطلع سنة ونقوم نتجاوز، هو هذا حال؟ هو هل أكو حد سوى على هاي السلفة؟ هي بس هاي؟ أنت عبر بس الفلوس؟ أنا أول إلى أنت وثائق أربعة بالماي، يا هاي الموضوع ما تصير. قدم الوثائق موجودة حتى تنتهي تلفات حزب الدعوة، حزب الدعوة العميل. عمر هذول ما يمثلون ما يمثلون دولة ولا يمثلون شعب، ولولا أهل لطوف الشوارع. أنت عمر أنت من حقنا من نتجاوز، لكن تنسى بالله العظيم مثل جوع هلكنا. نعم. يعني أنت شوف العراقي اليوم مقدرين مقدرين اللي دا يصير والضغوط اللي دا يصير على المواطن، بس احنا لازم نكون بالمستوى ابو ياسين، احنا مقدرين كل هذا اللي دا يصير على المواطن العراقي. اخ عمر هو شوف ايش قدموا للمواطن العراقي اليوم، اللي عنده 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 امكانيه يرجع على نفسه تلين تركيا كذا، واحنا اللي مسحوقين بالله العظيم. دخلنا لك يمين ولا مثل على يمين، انا اروح احلل السكر مالي ما عندك كسر البلاد يا مسلم. تقبلنا يا عمر، مو هذا حال الشعب العراقي. تقدموا للتعليم اليوم اللي عندك كان يروح يدرس برا بالاهليه، واللي يروح يدرس مال الحكومه ما حد يدفتر، لو ما عنده سيجاره، لو ما عنده دفتر، لو ما عنده كتاب، هذول خلصوها. اليوم انا من اهلي دائما انتبه على كلامي، انا اقدم على كاسين السنه، يعني من كون السنه راح الاكبر الساكنين، ما حد يتعادل، هذا الحلبوسه غير الحلبوسه دول احنا الديار، انا ما راح للسنه وانا اشكرك يا اخي عمر. شكرا ابو ياسين من ديالى كان معنا. سعيد العذاري من النجف يقول اتلاف السبعة مليارات هو للتغطية على امتيازات البرلمان وإثارة الامتيازات للتغطية على التلف. رسالة أخرى يقول حملة بهاشتاج حاسبوا العلاق يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطأ جسيم في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال أو مصالح الأشخاص المحود إليه، إن كان ذلك ناشئا عن إهمال جسيم بأداء وظيفته أو عن إساءة استعمال السلطة أو عن خلال جسيم بواجبات وظيفته. رحيم الدراج النائب السابق في البرلمان تحدث عن الفساد اللي موجود في العراق خلال لقاء تلفزيوني، خلونا نستمع إلى مقتطف للنائب السابق رحيم الدراجي. الفساد بالعراق فساد سياسي، الإرادة السياسية بالعراق فاسدة، الفساد بالعراق منظومة قد اشترك فيها الجميع، وهذه المنظومة هي التي نهبت الشعب العراقي، وهي التي دمرت مؤسسات الدولة، وهي التي يعني فقد العراق بموجبها كثير من الأمور، خسرنا الخدمات، خسرنا الأمن، وخسرنا القرار الوطني، وخسرنا السيادة الوطنية، وخسرنا الهوية الوطنية. احنا الان في مأزق كبير العراق بسبب هذه الإرادة السياسية، والا هيئة النزاهة فيها قانون وفيها رئيس، هذا الرئيس بالوكالة لا يقدرون يدزون للبرلمان يصوت عليه حتى يقدر يعمل بموجب التصويت البرلمان بموجب شرعية البرلمان، يبقى هذا مهزوز ومهدد من قبل السلطة التنفيذية في حالة فتح اي ملف ضد اي ديناصور هو مهدد في قباله. وصف قبل يقول لك حيتان الفساد، هسه وصف رحيم الدراجي ديناصور، احد ديناصورات الفساد. ابو احسان من الفلوجه عاود الاتصال معنا، تفضل ابو احسان. انقطع الاتصال،
كذلك للمرة الثالثة، يبدو هناك مشكلة في الاتصالات. كما تحدثنا من بداية الحلقة ولغاية الآن، هذا الموضوع موضوع السبعة مليارات، ويعني عزيزي المشاهد هاي مو أول مرة يعني يتم الإعلان عن تلف، هناك الكثير أنه يتم، هناك مقطع تم تصويره أنه جابوا لك كم رزمة من عملة الألف دينار وصوروها وقال لك هاي تلفت. تخيل أنت هاي الكم رزمة من الألف إيش قد حطوا جواها؟ إذا هي مثلاً 100,000، 200,000، مليون دينار، 10 مليون، أضربها في 10 وتخيل هذا اللي دا يجري. يعني هذا البنك المركزي وهذه المصارف هذا حاله. أما بيع العملة بدون أي ضوابط، يومية ملايين الدولارات تخرج خارج العراق، هاي حدث ولا حرج. هاي إحنا نتحدث فقط في القطاع المالي في العراق. مع الاتصال أبو أحمد من صلاح الدين، تفضل أبو أحمد. السلام وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، تفضل. جزاك الله أخي سعد عمر، هي مو بس هاي السبع مليارات، نعم، تبع الماخو فيها أعظم بعد. قبل هالسنين مضت 10 طنون ذهب انفقدت، أقسم بالله العظيم كلها راحت بجيوب إيران. وحضرت الحلبوسي اللي يقول ما تكفيني هال 3000 ورواتب المقادينة يا شهد الموصل وأهل الرمادة والصلاح الدين ساكنين بالشوارع ما عندهم سكن، وحضرته يقول ما يكفيني فلوس، حسبي الله ونعم الوكيل. على أساس يعني البرلماني يوميا يداوم أبو أحمد، عيني يا أبو البرلماني يعني على أساس يوميا يداوم. هو شكلوا الحكومة من 329 ما حضروا بس 220. نعم نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم صدق، هم هذا التاريخ يذكر والتاريخ ما ينسى. نعم، أنا أشكرك أبو أحمد من صلاح الدين كان معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.